بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله وصفتنا حلوة بدون فرن بدون دقيق، حلوة اللوز الرائعة جدا تحت طلب حبيبتي وعزيزتي. أقول لك أعتذر عن التأخير، نبدأ على بركة الله. بسم الله. سنحتاج إلى 500 جرام من اللوز اللي سبق وسلقناه وقشرناه ونشفناه، ندخله إلى الفرن حتى يأخذ لون ذهبي ويتحمر. ممكن أن تقوموا بقليل اللوز، لكن أنا بفضل دائما اللوز ندخله فقط إلى الفرن ثم نطحن اللوز على هذه الطريقة. هذه كل هذه الإضافات ممكن الاستغناء عنها تماما، وفقط نستعمل اللوز والشوكولاتة البيضاء، هذه إضافات فقط. سنحتاج إلى 10 حبات تقريبا من البسكوت، بسكوت الشاي عادي أو بسكوت ماريا. نقوم بطحنه ثم نضيفه على الخليط، نضيف ملعقتين من الحليب البودرة وملعقة واحدة من الكابتشينو، هذه فقط منكهات ممكن الاستغناء عنها تماما، وفقط نكتفي باللوز والشوكولاتة البيضاء. البسكوت أنا فقط استعملت 10 حبات بحيث ما نغطي على مذاق اللوز، ونكهة الكابوتشينو إذا موجود، إذا غير موجود ممكن أن نستعمل ملعقة من القهوة سريعة الذوبان تعطيها نكهة جدا رائعة. بعد ما خلط كل المكونات نقوم بفتح ملعقة هذه الطريقة بالإيد بحيث كل المكونات تتجانس مع بعض الجفة على هذه الطريقة، طريقة جدا سهلة وبسيطة لكن النتيجة رائعة، حلوة الترون. ثم نمر لإذابة الشوكولاتة البيضاء. أنا استعملت 600 جرام، نضيفها على حمام مائي، ممكن استخدام الميكروويف إذا بتفضلوا. ثم نبدأ بخلط الشوكولاتة البيضاء مع باقي المكونات. والجامع هذا الياقوت للأنفس فيه لنا قوت، والطالب جد فكان له يستغفر في اليم الحوت، يستغفر في اليم الحوت. يا عطرا مسكينا يا نورا شعا ليحوي. بعد ما نخلص نترك الوعاء اللي فيه الخليط فوق حمام مائي يكون سخن. سنحتاج إلى هذا المول إذا موجود، ثم نبدأ بملئه على هذه الطريقة. إذا المول غير موجود ممكن أن تحط كل الخليط في صينية واحدة، وبعد ما تبرد نقوم بتقطيعها بطريقة البقلاوة مربعات صغيرة، تطلع رائعة جدا. نقوم بملء جميع القوالب على هذه الطريقة. الحمام المائي بيساعد أن الخليط ما يجمد معنا بسرعة وما يغلبنا. بعد ما نملي كل القوالب على هذه الطريقة ندخلها إلى الثلاجة لمدة تقريبا نص ساعة حتى تتماسك. بعد مرور 30 دقيقة نخرج المول من المجمد ونقوم بإخراج الحبات على هذه الطريقة، طريقة جدا سهلة وبسيطة. بعد ما خلصنا كل الكمية الموجودة معنا، أنا فضلت أن أزين بقليل من النوتيلا أحسن من الشوكولاتة المذابة، قوامها بيكون ممتاز مع حبات الحلوة على هذه الطريقة. هذه طبعا دائما اختيارية، ممكن أن نزين بقطرات من الكراميل أو بصوص التوفي، أي صوص بتفضلوا ممكن إن شاء الله تزينوا به. نزين بحبات من البندق مع النوتيلا يطلع رائع جدا.
وهكذا نستمر حتى نخلص كل الكمية الموجودة معنا. نصف كيلو من اللوز طلعت معي تقريبا 56 حبة، الكمية لا بأس بها بفقط نصف كيلو من اللوز. هذا هو القوام اللي حصلنا عليه، قوام جدا رائع مع النوتيلا والبندق، رائع جدا، مذاق ولا أروع. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، أقول لكم شكرا على المشاهدة، شكرا على المتابعة، أتمنى وصفة اليوم تكون نالت إعجابكم، اتركوا لي تعليقاتكم أسفل الفيديو، أقول لكم إن شاء الله إلى فيديو قادم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صمت لقيك دروس الصفا، وفي محيك جميل السماح، قد شغل الناس بدنياهم.